فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: أما أنواعه يعني الاختلاف فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه ثم ذكر منها. نعم، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظرا لأن الدليل يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه، فكل يأخذ بوجه من وجوه الآية أو الحديث، فهذا اختلاف تنوع. نعم. وهذا لا يذم فيه إلا إذا تبين الدليل، فإنه يجب الرجوع إلى الدليل. الثاني اختلاف تضاد، وهو أن يكون كل من المختلفين ليس معه وجه من الدليل، كل منهم خارج الدليل، هذا اختلاف تضاد، وهو المذموم.